اكتر حاجه حلوه في الاهلي هي وسام ابو علي. وسام ابو علي اكتر حاجه رايقه. هدف وسام ابو علي النهارده جميل جدا، هدف شفناه الماتش اللي فات، هدف ما جاتش بالحظ، هدف ما جاتش صدفه. بس اكتر حاجه بتقلق هي هلاوي، واكتر حد بيحب الكوره ان الموضوع ده يكون ماشي مع وسام، وان الكوره تبقى حابه وسام. ونوعا ما هو صعبها على نفسه قوي، لان انت بتتكلم على هداف دوري في نص موسم، حاجه صعبه جدا وحاجه كبيره جدا. والناس بقت مستنيه منك كل ماتش هدف، والناس بقت مستنيه منك كل ماتش هدف تاني، فالموضوع بيبقى صعب. فاتمنى ان الناس تقلل شويه من الضغوطات على وسام، واتمنى ان وسام يستمتع، واتمنى ان ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم وسام والكره ما تقفش، ما تدلوش ظهرها زي ما عطت اللعيبه كتير. اتمنى ان انا ما اشوفش اداء سيء لوسام، او اتمنى ان انا اشوف اداء متراجع لوسام، لان الناس حاليا بقى التوقعات بتاعتها بالنسبه لوسام ابو علي حاجه فوق قوي، خصوصا يعني ان مستوى الاجنحه في الاهلي سيء، والوضع فعلا بيكون كارثي لو وسام ما بيسجلش، لان انت بترجع للاجنحه وفعاليات الاجنحه عندنا زيرو. فوسام اكتر حد بيصعب الامور على نفسه بتالقه الكبير والعظمه اللي بيقدمها دلوقتي. فاتمنى ان الناس تعرف ان وسام بني ادم وعنده هامش خطا، عشان لما يغلط ولما تبقى مقربه معاه ما يبقاش الهجوم اوفر.